نجدده دائماً، لأن تجارب تحويل كل شيء إلى مال ولذة وسلطة هي متواصلة باستمرار. وذكر البابا فرانسيس بكلامه أن يسوع يحثنا دائماً كي لا نهتم ونقلق للغد، وأنه فوق كل شيء هناك أب محب لا ينسى أبداً أبناءه. قضية مسيحي الشرق الجديد كانت محطة أساسية في جلسة حوارية أقامها المركز الثقافي في الرابطة السوريانية، حيث أقام حلقة حوارية دقت ناقوس الخطر حول تأزم أوضاع المسيحيين في العراق وفي بلاد ما بين النهرين التي تعاني لسنوات من حروب فتاكة.